التقى الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال المنطقه المركزيه العسكريه وذلك بحضور الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه التقى الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال القوات المسلحه بنطاق المنطقه المركزيه العسكريه وذلك بحضور الفريق احمد فتحي خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه بدأ اللقاء بكلمه اللواء اركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقه المركزيه العسكريه اكد خلالها ان رجال المنطقه المركزيه العسكريه بكافه اسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس وفق عقيده ايمانيه راسخه تعلي مصلحه الوطن فوق اي اعتبار والقى الفريق اول عبد المجيد صقر كلمه نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للحضور، كما وجه التحيه والتقدير للفريق اول محمد زكي مساعد رئيس الجمهوريه لشؤون الدفاع، والفريق اسامه عسكر مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون العسكريه، على ما قدموه من جهود مخلصه خلال فتره قيادتهم للقوات المسلحه، مؤكدا ان رجال القوات المسلحه سيواصلون التضحيه بكل غال ونفيس من اجل الدفاع عن امن مصر واستقرارها. وان القوات المسلحه هي المدرسه العليا للوطنيه وهي الحامي لعرين هذه الامه ورجالها هم خير شباب مصر مضيفا ان القوات المسلحه ماضيه بكل عزم واصرار في بناء قدراتها البشريه وتطوير امكاناتها القتاليه والفنيه في كافه التخصصات لامتلاك قوه رادعه لحمايه السلام في ظل ما تموج به المنطقه من صراعات وتحديات مشيرا الى مساهمه القوات المسلحه في التنميه الشامله للدوله وبناء مقاومات الجمهوريه الجديده التي يتطلع اليها الشعب المصري العظيم والتعاون مع كافه اجهزه الدوله في استمرار تقديم الدعم والمساعدات الانسانيه للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه في ظل الازمه الحاليه. وفي نهاية اللقاء أكد الفريق أول عبد المجيد صقر على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعي للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف